قدمت اجمل اغاني وطنيه، قدمت طبعا نشيد يا اغلى اسم في الوجود. طبعا بس خليني اتوقف عند مع حضرتك عند يا اغلى اسم في الوجود، هل كان في قصه وراء يا اغلى اسم في الوجود تحديدا؟ نعم، كان في قصه طبعا في اثناء الحرب 56 كان تلحين الاغاني بيتم بسرعه كبيره جدا، يعني الاغنيه ممكن تتكتب في يوم وتتلحن في نفس اليوم وتتسجل في نفس اليوم. الموسيقار محمد الموجي استدعاه الاذاعي الكبير محمد حسن الشجاعي لمكتبه في الاذاعه واداله النص بتاع اسماعيل الحبروك في اغلى اسمه في الوجود، وقال له انا عايزك تلحن الاغنيه دي فورا. فكانت السيده نجاح سلام موجوده في مبنى الاذاعه، فقال لها تعالي يا نجاح نقعد في مكان واحاول اقرا الكلام وايه والحن الاغنيه. وهم نازلين على السلم جات له الخطره الموسيقيه، قال لها ارجعي تاني يا نجاح، تعالي نطلع تاني، انا خلاص اللحن جه في دماغي، تعالي نطلع نسجل الاغنيه، نعمل بروفه ونسجل الاغنيه. فيعني اتلحنت يعني يمكن في اقل من ساعه يعني. وهو نشيد عظيم عايش لحد النهارده لحد النهارده يعني طبعا. والحقيقه انه ناس كتير جدا، فنانين كتير جدا وفنانين يعني قامات فنيه غنوه بالفعل، لكن تبقى النسخة الخاصة الأصلية بتاعت الفنان الكبير نجاح سلام مختلفة، يعني تبقى بصمتها فيها مختلفة كمان.